طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار. على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم صحيفة العربي الجديد نشرت تقريرا أسمت أرشيف الأمريكيين ورقة الابتزاز الأكثر تأثيرا بين سياسي العراق. خلونا نشوف هذا التقرير. تحدثت فيه في بدايته وقالت بأنه بين فترة وأخرى وبشكل يراه كثير من ساسة العراق أمرا مقصودا. تعود التسريبات عن وجود صور وتسجيلات لدى الأمريكيين لقادة عراقيين مختلفين خلال فترة ما قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما بعد الغزو، إبان تولي الحاكم المدني بول بريمر زمام السلطة في العراق، وما بعد تشكل مجلس الحكم الانتقالي عام 2004 وما عقبه من أحداث تتضمن مواقف وتتضمن تصريحات وأحاديث لهم خلال اجتماعاتهم مع الأمريكيين، بعضها يوصف بالمحرج أو المذل، وبعضها الآخر وشايات بين الساسة العراقيين عند الجانب الأمريكي، فضلا عن مواقف ذات أبعاد طائفية. أرشيف الأمريكيين، وهو المصطلح المتداول في العراق حول تلك الصور والتسريبات، عاد ليبرز مجددا بحسب تقرير صحيفة العربي الجديد مع تصاعد حدة الجدل حول الوجود الأمريكي في العراق والمطالبة بإخراج هذه القوات وسط حالة الاصطفاف العامة بين الكتل والأحزاب حيال المعسكرين الأمريكي والإيراني، من دون أن تتضح مصداقية المعلومات والتسريبات التي تتحدث عن امتلاك واشنطن لتسجيلات وأفلام تظهر قادة عراقيين خلال اجتماعاتهم معهم قبل غزو العراق وبعد الغزو في مواقف مغايرة لما هي عليه اليوم، ومواقف أخرى مهينة لهم، وتسجيلات تفضح جانبا من التنافس السياسي في العراق من خلال الوشاية أو نقل معلومات للأمريكيين عن ساسة آخرين بهدف إقصائهم عن المشهد السياسي. مسؤول سابق تحدث للصحيفة بأن الأمريكيين يملكون أرشيفا ضخما من اللقاءات والاجتماعات بعد 2003 وقبل 2003، وبعضها محرج كما قال للغاية لعدد من القادة في العراق، يظهرون بشكل مغاير لما هم عليه الآن، وفيه طلبات تمويل أو تزويد الأمريكيين بمعلومات مختلفة تتعلق بالعراق قبل الاحتلال، ومعلومات عن ساسة وقادة شركاء في العملية السياسية بعد الاحتلال، كما لديهم وثائق وأدلة حول عمليات فساد مالي وانتهاكات إنسانية يتورط فيها الكثير منهم. بحسب المسؤول الذي شغل منصبا وزاريا في حكومة نوري المالكي بين العام 2006 و2010 وعمل مستشارا بعدها في ديوان الرئاسة، طبعا لم يذكر اسمه بحسب الصحيفة، فإن الأمريكيين يتعمدون من خلال طرق غير مباشرة بتذكير ساسة وقادة في العراق بهذا الأمر كلما تطلب الوضع ذلك. وأضاف الجدل حول الوجود الأمريكي حاليا أبرز الموضوع مرة أخرى على السطح، واعتبر بأن هاجس أرشيف الأمريكيين على الرغم من عدم وجود دلائل أو قرائن تؤكد حقيقة هذا الأرشيف، لكنه مقلق لأغلب القيادات في العراق كونه
منطقيا وقريبا للواقع العراقي، خصوصا بين العامي 2001 و2006 على وجه التحديد، وقبلها بالنسبة إلى القيادات الحالية التي كانت تتواصل مع الأمريكيين في لندن وواشنطن وعواصم أخرى تقيم فيها. النائب السابق ورئيس تجمع كفا رحيم الدراجي رأى بأن التهديدات مجرد كلام، ولطالما تسربت مثل هذه الأخبار، وأرجع سبب قلق بعض الشخصيات السياسية إلى تورطها فعلا في مثل هذه اللقاءات الخاصة، والتي تضمنت مباحثات حول تمويل أحزاب أو تنازلات، وأوضح بأن الضغوط الدبلوماسية هي الفاعلة، وهذا الفعل أي نشر التسريبات قد لا يحدث نهائيا. وكشف طبعا تقرير لموقع ديلي بيست قبل أيام في يوم الخميس بالتحديد عن تحقيق مع شركة سالبورت جلوبال سيرفيس لمعرفة ما إذا كانت أدت دورا في تقديم رشا لمسؤولين حكوميين في العراق، بينهم رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي ونجله أحمد وصهره ياسر صخيل، مقابل الفوز بعقود حصرية في العراق. ودفع هذا الأمر قيادات حزب الدعوة الذي يحشد معركته إلى جانب تحالف الفتح لتقديم مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق إلى مهاجمة الموقع، واعتبار ما نشر هو حملة ضد المالكي بهدف إسقاطه سياسيا. ما حقيقة هذا الأرشيف؟ وهل ممكن أن الأمريكان يستخدمون هذا الأرشيف من الصور والفيديوهات؟ وحتى وإن استخدم، يعني إحنا نشوف صور ونشوف مقاطع فيديو إن كان قبل الاحتلال أو بعد الاحتلال، والجماعة ما مستحين ولا خايفين، وملفات الفساد مثبتة عليهم، ومع ذلك يتبوؤون المناصب الحكومية، بل ربما كان مثلا موظف بسيط أصبح وزير أو صار رئيس وزراء. فطرح هذا الأمر في هذا الوقت، هل هي ورقة ضغط من قبل الأمريكيين على الذين يطالبون بإخراج القوات الأمريكية من العراق في هذا الوقت؟ ومنها سوف نتحدث تباعا حول موضوع أو تقرير نشر في أحد الصحف الأمريكية حول الصراع ما بين الميليشيات، هناك صراع داخل الميليشيات من بينها إغلاق مقرات لفصائل معينة من ميليشيات الحشد الشعبي. معنا اتصال أبو محمد من الموصل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم أستاذ عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية طيبة إليك ولكل الأخوة العاملين في هذه القناة، قناة العراقية، قناة العرب الأصيلة. أهلا وسهلا بك، وتحية لكل المشاهدين، وتحية لكل العراقيين بدون استثناء وبدون عناوين. العراق تعرض إلى هجمة كبيرة من قبل الاحتلال، وشت حرة من الاحتلال، وهذه مسرحية، والمسرحية تبدي وتنتهي، وإن شاء الله انتهت وهي نهايتهم. لا ترجى من هذول الناس خير. الله سبحانه وتعالى قال الظالم سيفي، أنتقم بي ورد أنتقم منه. فالله سبحانه وتعالى نفذ إرادته وبدت إن شاء الله نهاية تنتهي. فهذول ظلمة، فظلموا هذا البلد، البلد الأنبياء وبلد الأولياء وبلد الأتقياء وبلد الكلمة، بلد الكلمة اللي الصادقة. فنزل عليه هذا الغضب من رب العالمين، هاي الشغلة عند رب العالمين. فإن شاء الله هاي نهايتهم، الميليشيات ما بدأوا يتناحرون، وإن شاء الله ناس تقوم على ناس وناس تعز الناس. ولا ترتجي من عدوك الرحمة، هذا عدو، إحنا وقعنا بيد العدو. فإن شاء الله هذه هي نهايتهم بيناتهم، الله يجعل كيدهم في نحورهم. وهذا إحنا قاعدين نشوف إيش قاعد يصير وإحنا من داخل الساحة. فالتظاهر ما يجيب نتيجة، وما أخذ بالقوة استرد بالقوة. القوة قوة الشعب، ولا تبنى آمال على الأحزاب. الأحزاب منتهية بس الشعب ما ينتهي، إرادة الشعوب لا تقهر، وإن شاء الله بدت شمس العراق تشرق من جديد. نعم، يعني برأيك هذا الحديث عن الأرشيف الأمريكي، هل هو ورقة ضغط لكل من يطالب بانسحاب القوات الأمريكية، أم أنه فقط يعني تسريبات هنا وهناك؟ أستاذ عمر والمشاهد يسمع، هذه سياستهم الشكلة تتطلب. نعم. ومسرحيتهم جاعدين مشهولة مثل ما يريدون.
فهذه قضايا اقتصادية بين الدول المتحالفة علينا. نعم. يعني أنا أجيب لك مثال من خلال مراقبتي للأحداث. إيطاليا ما دخلت بالتحالف الأمريكي إلا قررت إن 40 سنة أو 50 سنة تصدر قمح للعراق. فهذه ضغوطات من المستعمر لغرض الحصول على أكثر مبلغ ممكن من الدول المجاورة أو من الحكومة أو ميليشيات ما هي الموجودة، هي الحكومة الصفوية الموجودة بالخضراء. فهذه ضغوطات سياسية، لكن إن شاء الله تفقس بيدهم والله سبحانه وتعالى يجعل كيدهم ابن حرم. نعم. أنا أشكرك أبو محمد من الموصل كان معنا. معنا اتصال أبو علي من كربلاء. أبو علي، يعني في إطار هذا الحديث عن الأرشيف الأمريكي اللي موجود عند الأمريكان وربما يستخدمونه كورقة تهديد وضغط لكل سياسي يطالب بخروج القوات الأمريكية، ويعني ربما قائل يقول القوات الأمريكية والحكومة الأمريكية غير آبها وغير مهتمة، أن طالبوا وحتى وأن صدر قرار من البرلمان بإخراج القوات الأمريكية فلن يتم ذلك. نقطة، هل إغلاق مقار ميليشيات الحشد الشعبي اللي موجودة في بغداد وغير بغداد بوصفها بأنها مقار وهمية، يعني هناك قيادات كانت بارزة في الحشد مثل أوس الخفاجي تم اعتقاله في يوم وليلة لأنه انتقد إيران، برأيك هل هذا الإغلاق يأتي لمصلحة إيران ولتصفية كل من تراه إيران بأنه لا يقدم أي طاعة أو لا يقدم كل فروض الطاعة بشكل صحيح لإيران، أم أنه جاء بعد مطالبة الحكومة الأمريكية ب يعني غلق ووضع أكثر من 60 تقريبا شخصية أو فصيل مسلح في العراق على القائمة السوداء؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. هلا أبو علي، أهلا بك. الله يخليك، الله يحفظكم، الله يجعل في ميزان حسناتكم. يا أهلا بك. في البداية أقول اللهم احفظ العراق وأهله، اللهم وحد قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أنصرهم. تحياتي للأخ العزيز العربي الأصيل أبو محمد الموصل، وقعا يطي روحية للعراقيين. السيد عمر، هي مو بس أمريكا عندها أرشيف على هاي، إحنا أرشيف عندنا، إحنا كشعب عراقي من فمك دينك. أنا كنت قاعد في مكان، إجا موفق الربيعي قال لنا، هو موفق الربيعي يقول قال لنا بول برايمر هذول 52 القائدة من صدام حسين إلى وزير الدفاع إلى رؤساء قيادة القطرية والقومية ونخلصهم. لا. نعم. كل الأجهزة الأمنية قالهم لور بول برايمر قال لهم أنتوا قتها، قالوا لهم عليك أنت وتعرف اللي صار أحلهم. أما الحشد تقريبا 3 أنواع. النوع الأول وهي ولاية الفقيه. نعم. هذا النوع الأكبر ما يفكرون غير مصلحة. والنوع الثاني تقريبا ضد ولاية الفقيه، يعني تقدر تقول خياط الصدري مثل الأوتو من زمان. نعم. والنوع الثالث للمرجعية، للمرجعية السيستاني. المرجعية السيستاني ما بين هذا وهذا والديرة أمريكا. فأستاذ عمر، إحنا المفروض نفكر تفكير العراقيين. هذا جلال الدين الصغير اللي هو أصفى من يز يقول الراد تريليون الإيران، وعبد العزيز الحكيم قبل قال احنا نريد 200 مليار لإيران. هسه احنا ما ندري. الشعب العراقي، انا اقول يا عراقي مثل ما نادى اخوي ابو محمد حبيبي من موصل، العراق يبقى، والله العراق به ناس طيبين وشجعان، ولكن للأسف عليهم بعض الأمور، خلينا نقول المسمات للأسف سني وشيعي، والطبقة قسم ضحك عليهم، وهست قاعد تندار على الشيعة أكثر من غيرهم. الميليشيات استقوائية، منو أكثر يجيب ربع، منو أكثر هو يكون قوي، هو يأخذ الحفة. هذا ما يفكر غير بس يا شعب العراقي،
انا بدي اقول لك مشي، انت اليوم اذا صار عندك شغله الله يقولها بالمركز او بالشرطه، كل هالعالم تروح للعصائب والكتائب والنجباء وبدر ذلك يخزون. الدوله بيهم وما يضعفوا، هاي الميليشيات بيهم وما يضعف الدوله العراقيه. حتى هم كيفهم هسه هم قاعد يتعاركون على استقرار بالموصل، قاعد يتعاركون على النفط زين، وفلوسهم من عندنا ولا من ايران زين. انت ما تحس هل من معقول؟ انا دائما اقول كل هاي الميليشيات خلي يصيرون 200 250 روح 500. العراقيين كلهم كلهم اهل وحبايب وقرايب. انا عندي يقين وموجودين العراقيين كل قبيله عربيه بالخصوص من الفاو الى زاخو موجودين ومن الشرق للغرب. فاحنا عراقيين يا اخوان، اللي ما يفكر عراقي هو مو عراقي عدونا، وقف شيء وباطل عليك. اليوم اليوم هاي الميليشيات في الجنوب في مناطق الشيعيه عمارة بصرة ناصرية ما إلها محبة، ما إلها حذريتها، لأن ليش العالم ينضحك عليهم؟ إحنا شبابنا مدينهم يعني أنا أتعجب والله اليوم إذا عالم كبير سني يقتل كأن شيء لم يكن، وإذا تأتيه قالوا لك طائفي. أما اليوم إذا باليمن أو بالبحرين شيء إحنا كل إحنا، ومسوي لهم يوم مؤتمر مال كشمير ويوم مؤتمر مال اليمن ويوم عمي أنتو يعني شو تقولكم إيران تمشون؟ ترى العراق والعراقيين أكبر من هذا، وأنا أشد إيدي على أخوي أبو محمد واقعاً واقعاً إن شاء الله إن شاء الله بالناس الطيبين هذا إن شاء الله يومهم انتهى وينذبون مزبلة التاريخ والعراق تاريخه كل الشبين ومرت على أيام أكبر من هذا. وأنا أشكرك أستاذ عمر، طولت عليك حبيب. أشكرك أبو علي من كربلاء، كان معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. أبو عمر تسمعني؟ أبو عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر بصراحة أنا ما أتحدث تاريخ رغم اختصاصي تاريخ، لكن أتحدث آلاف الفيديوهات وآلاف صور وصورة وصوت، آلاف الفيديوهات موجودة تشهد على كل الأفعال الخبيثة والقذرة اللي قاموا بها هؤلاء. هؤلاء ما الذي حركهم؟ حركهم الأمريكي مو مشكلة، الأمريكي حركك أنت، الأمريكي قال لك روح اقتل فلان، أنت تجي تقتل 99 واحد ويا واحد للأمريكي و99 رضاء لأسيادك المجوس الأنجاز. هذا ترى مصائره، هذا مصائره، يجب علينا أن نعترف بالحقيقة. الحقيقة هذا مثل ما حلت لعنة الله زين لعنة أهل السنة على الأمريكان وانهزموا ودمروا، وهم اللي جابوهم بعدين باتفاقيات جو العباية أن يروهم أن يبقون يدافعون عنهم، وإلا كانوا أهل السنة أكلوهم. والله العظيم والله العظيم لو انصلت أمريكا من سحبة والله العظيم دول أهل السنة كان أكلوهم أكل زين، واحدهم بألف وبعشرة آلاف. أقولها بصريح العبارة، إحنا لا ننكر أبد والله فلان عايد لفلان وفلان عايد لفلان، كلهم كانوا طينا منه وحدة زين، من منه وحدة. أرد أقولها بصريح العبارة يا أستاذ عمر، إذا أنا كذاب خلي يطلع واحد يقول لي أبو عمر كذاب وابن كذاب زين. أنت ما نجي نقول مرجعية وما نجي نقول خميني وما نجي نقول خامنئي، أنا كله كذب كذب لا أساس له ولا صحة له. أرد أقولها بصريح العبارة كلهم، أنتوا سمعتوا في يوم واحد من الطائفة الشيعية خلال 15 سنة، احنا بالسنة 18 فات عليها سنة، سمعت واحد لعن أمريكا؟ سمعت واحد قال لعنة الله على أمريكا هي اللي دمرتنا؟ ما حد طلع، لأنه من تغيرت السياسة الأمريكية وشغلت الإعلام بس مالها. الناس المواطنين يطلعون بكل المحافظات يتكلمون يقول لك الأمريكان دمروا البلد بالسنة الأخيرة هاي اللي مرت عليهم بعد ما استغلت المخابرات الأمريكية والإعلام العربي والأمريكي سوية في تغيير سياسته تجاه هؤلاء وغيرت عقليتهم وكشفت حقيقة هؤلاء. الواقع اللي تأذوا من عنده، الواقع من قبل العملية السياسية اللي جابها المحتل أثبتت لكل الشعب بأن أمريكا هي المسؤولة عن تدمير البلد وهي من سلمت العراق إلى إيران. نعم أنا وياك، أنا وياك هذا صحيح، سلمتها وباعتها
عدد استعطاك خبيث أمريكا. أمريكا ما عدا صديق ولا عدا 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 مصالح، مصلحتها اقتضت مثل ما هم رفعوا رايات سهرات فلان وسهرات فلان وعلان. وأوباما إجا رفع راية سهرات الجيش الأمريكي اللي انهزم 160 ألف مقاتل كلهم انهزموا، عشرات الآلاف من القتلى، عشرات الآلاف من المعوقين والجرحى والمرضى النفسيين. لكن أنت سمعت أنا ما علي بالعلاقة بالسنة 18 إلى حد بداية 18 شهر ثاني والثالث، بالله عليك أريد يطلع واحد حتى لو من أهل السنة يسبني واكو يقول لي والله إحنا الجماعة يوم من الأيام طلعوا ولعنوا إيران، آخر شيء على إيران لعنوها في السنة هاي الأخيرة 15 سنة وكلهم راضين عن إيران. وشفت أنت بمواكب عاشوراء ومحرم يروح للحدود يجيبه على الشافة يشيله ويجيبه يزوره، زين احنا مو قسمه مار هذا يضحك علينا وذاك يضحك علينا ويقول لنا. اليوم رب العالمين بالمرصاد، رب العالمين ما يعوف هاي الاطفال واليتامى والنساء الارامل، هذا لهم حوبه اذا ما ياخذها دونالد ترامب، اذا ما ياخذها الملك سلمان ياخذها رب العالمين. احنا ما نجي نصفي قلوب بعد ما انتهت، الان هم ينظرون بيناتهم الميليشيات، هذا تحريك من المخابرات الامريكيه والايرانيه ايضا تريد تدمر صوره الميليشيات. وايران اصبحت من دوله قذره وسخه الى دوله اكثر قذاره وهو النفاق. الان تريد ترضي دول الخليج ان يرضون عنها، تريد ترضي اسرائيل ان ترضى عنها، تريد تغير سياستها. ودير بالكم دير بالكم يا اهل السنه تاخذكم الغيره وتقولون والله صاروا شرفاء، زين ابد ما يصير شريف هذا المجلسي لانه حاقد عليك اكثر قوميا ودينيا، حاقد عليك مو اليوم البارحه 1425 سنه هو حاقد عليك دينيا وقوميا. زين اسمعوها من عندي، لا احد يدغدغ مشاعركم بشعارات كاذبه. انا اريد يطلقون يطلعون مظاهرات دول المناطق الجنوبيه والوسطى، يطلعون مظاهرات يقولون يابا هذول الناس الحين رجعوهم، دول المهجرين اللي دمرت بيوتهم رجعوهم، لا تعمرون بيوتهم، لا تسطوهم نفريه، مو مشكله خلي اهل السنه يتولوهم بس رجعوهم. هذا المعتقلين مئات الالاف اكثر من مليون امراه ورجل وشباب واطفال معتقلين عندهم، خلي يطلعون مظاهرات. مو جاي لي هو وين كنت في 15 سنه؟ بعصر الغيبه كنت وهسه بعصر الرجعه. فيا استاذ عمر خلينا نكون واقعيين، احنا عندنا الله ما عندنا ونعم بالله. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية، كان معنا اتصال غسان من بغداد، تفضل غسان. السلام عليكم أستاذ عمر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بك أكثر، أشكرك وأشكر جمهورك الكريم أخويا. أهلا وسهلا. من بالكم اللي واحد يقدر يتنفس من عنده على قولة القايل، يقدر يحكي. وهي أنه إذا تحكي بالشارع المينيشيات يسمعك واحد ورا ساعة الله أعلم شي يصير بيك. وإحنا نبغضت الكل تلقي بأوضاع العراقيين ما حاجة واحد يسولف أو واحد يحكي. نعم. أخي على المينيشيات، أخي المينيشيات هي من سواها؟ كان داعش أو تنظيم القاعدة أو العصائب أو كل المينيشيات. نعم. كلهن تحت مسمى واحد، أمريكا إيران. نعم. أمريكا إيران. أخي هم ما يريدون من العراق شيء غير الدماغ، الدماغ. يعني العراق هسه صار له كم سنة من على قولتهم، على قولتهم هم، ها مو إحنا، يقول لك اتحرق من زمن صدام حسين. عمي خلينا نكون واقعيين، اللي يسمعني هسه يريد يحكي علي خلي يحكي، أو اللي شي يقول خلي يقول. بس عمي الوان رجع على نص زمن صدام حسين، على الأقل يكفي إنه إحنا كنا بأمان، يكفي إنه جريمة ماكو. وهاي المينيشيات أخي هي اللي جاي تأذي بالناس. المينيشيات من هي الحكومة، المينيشيات كل واحد مسوي له كم حرامي جايب له، أبو عزرائيل، أبو طبر، أبو مدري شنو. قمنا نسمع أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، لأن شنو حاكم قوي ما عندنا، دستور ما عندنا، حكومة ما عندنا، حكومة ما شلت نصابة حرامية كانوا بالدول دايحين، اللي يبيع سباح اللي يبيع يعني اللي ثلاث ارباعهم فاتحين ملاهي. خلينا نكون واقعيين، من عبد العمار الحكيم وملمت كلها كانت فاتحه ملاهي خارج العراق وتشتغل بملاهي. فاخي اذا ما الشعب يسوق ويقوم، اخواننا اهل الجنوب واحنا السنه نقوم، كنا نقوم قومه واحده
مثل ثورة العشرين، هذا العراق أقرأ عليه السلام، أقرأ عليه السلام. ولحد الآن أخويا واردات العراق يعني تقدر تبني العراق من ذهب، أغنى بلد بالعالم، والشعب ماله دايح يدور قواطي، كلهم جايك باسم الدين. عمي الإمام علي منهم بريء، وعمر ابن الخطاب منهم بريء، والله سبحانه وتعالى منهم بريء، والإسلام منهم بريء، واليهود همين منهم بريئين ذول الحكومة. عمي خلي يحطون الرب بين عيونهم بهالشعب. عمي إصارة اليتامى، الأرامل، الله أكبر، مرت الشهيد إذا تروح تدور على راتب مال زوجها اللي ينطيها رقم واللي يدور متعة من عندها، واللي عمي عمي يعني حتى اللي يريد يضحي من أجل هذا البلد يقول لك أنا ليش أضحي؟ لا والله أبقى على عائلتي أحسن، أستر على مرتي وجهالي. أنا أشكرك غسام من بغداد، كان معنا مع اتصال علي من بغداد. تفضل علي. علي تسمعني؟ انقطع الاتصال مع علي من بغداد. معنا اتصال سامي من بغداد. تفضل سامي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، تحياتي لحضرتك ولذات القناة. أستاذ عمر لاحظت شيء والله أنا كنت أنتظر هذا البرنامج فارغ الصبر صراحة. المفروض تكثر من هذا البرنامج، لأن إحنا محتاجين ناس كثيرين يجون للتليفون ويتحدثون على هؤلاء الأقزام وهؤلاء المنافقين وهؤلاء السراق. أنت لاحظت مسألة أوس الخفاجي اللي كان يسرح ويمرح ببغداد ويروح هنا ويجي هنا ولا واحد يندق بتيله؟ لاحظت منو راح عليه؟ أكو غير هم بيناتهم، شوف ما راحوا للشرطة لو الجيش لأن يخافون يعني. هذا واحد من عندهم يقول إذا من تنتمي إلى الحشي يجيب لك فد 50-60 واحد وانت الأمين مالهم وتتوكل على الله وتدخل بالحشد، لازم تسجله على مود تحسب لك راتب وشغلات وكذا وتروح. فهاي المسألة يعني من زمان موجودين هؤلاء، وهل هل 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 الميليشيات الموجودة ببغداد وضواحيها وما حد ما يندق بجيلهم، خاصة الجيش والشرطة اللي يخافون ما عندهم. بعدين من نفسهم هم نفسهم راجعوا امورهم وشافوا على اساس انه هذا ما مسجل ولا هو اوس الخفاجي، وذاك اليوم راجع يروح الناصريه ويطلع كم داعش خطيه من ذول الفقره ويريد على اساس ليش ما تصير ادامات وشغلات وكذا. هاي هذا 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 البلد اللي تابع للمالكي وابنه والجعفري المجنون. وانا اقول لك شغله يا استاذ عمر، يعني انا بس اريد خلي نسأل العراقيين يا اخي، ها يعني بعد قبل 2003 ما شفت الفرات والافاق وكذا. انا اريد اعرف يعني هذا كم مره طلع المالكي وربع، احنا كنا شلايتيه، احنا كنا ما عندنا فلوس. طيب غير الشعب يقول له يا ابي اوكي انت مو البارحه كنت تقول ما عندي جاكيت البس هذا الجاكيت كذا، مين جبت مسوي لك قناة مسوي أفاق؟ مين جبت انت هاي القناة يا عمار الحكيم وصرت الفراء؟ مين جبت هاي الأموال غير سرقة؟ يعني سرقة واضحة أمام وشغلة واحدة بس أستاذ عمر الصراحة، تذكر الهجمة القوية على قطر؟ قطر وقطر وقطر لما شوية صاروا جماعة عزيانين ويا إيران وأصدقاء، هما ولا قناة من قناة النفاق الموجودة في العراق تحكي على قطر. هسه شوي بس اشكرك سامي من بغداد، كان معنا مع اتصال علي من بغداد يعاود الاتصال. تفضل علي. علي تفضل. علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. علي نص التلفزيون. علي نعم تفضل. تسمع جاي تسمعني واضح؟ نعم هسه اسمعك واضح. اي هذول جاي تكون عليهم انت واسي. بس نص التلفزيون. علي 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 انت شو تسوي تسمع صوتك؟ صوتك طالع على الهواء. نص التلفزيون للاخير يا اخي. يلا نص. هاي جاي تسمعني واضح ولا لا؟ اي بس نص التلفزيون.
نعم علي تفضل. علي معني؟ تفضل. أنا وياك. تفضل عزيزي. نعم أنا أشكرك علي، لأن أقول لك نص التلفزيون ما تقبل تنصي، وإحنا ماذا نفتهم عليك. علي من بغداد كان معنا، معنا اتصال مريم من الكويت. تفضلي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية على البرنامج الحلو. أهلا وسهلا. تشرف في هالقناة الرافدين، قناة جميلة، قناة تثلج الصدر. أهلا وسهلا بيش. الله يرضى عليك. أنا كنت يعني قريب جاية، كنت من العراق وشفت الوضع مزري إلى أبعد الحدود. نعم. مع أن العراق ثري ثري بثرواته، اللي هي الأنهار، اللي هي المواشي، اللي هي البترول، هي زمرة من الحرامية سيطرت على العراق. والله أنا يعني قلبي وايد عورني لما شفت الوضع في العراق. نعم. مو هذا العراق اللي إحنا كنا نشوفه. أنا من أحد المعجبين بالعراق صراحة، وأول مرة أزوره، ولما شفت الشيء صراحة عورني قلبي. ليش؟ وين رحت مريم بالعراق؟ نواب البرلمان. رحت لبغداد، رحت للبصرة. وإن... لا والله البصرة بس يعني عورني قلبي صراحة. والله شباب من أروع ما يمكن، لا وظائف لا شيء، الأمطار كلها بالشوارع، ما في أحد ينظف الشوارع. وينكم أنتوا يا النواب اللي قاعدين في المجلس؟ وينكم بس تصارخون على الكويت والكويت؟ شوفوا وضعكم أنتوا بالعراق. أنا قلبي عورني. أنا ياريت أنا أشتغل، أمد إيدي هناك وأشتغل. والله ما مو عيب، مو عيب، العراق مثل بلدي. نعم. ما هي عيب، بس وينكم أنتوا؟ سرقتوا، كل واحد يطلع على التلفزيون ويتفشخر ويقول والله أنا خذيت الملايين، وهذا يقول خذيت الملايين، وهذا ليش خذت الملايين؟ بأي حد تأخذ الملايين يا حرامي؟ ما تعدل وضع العراق الشباب العاطل عن العمل، والميليشيات هذه اللي جابوها من إيران وما أعرف من وين وقامت تذبح بالسنة. ليش واحد صار ما يحشي حتى كلمة واحدة هناك؟ ليش هيك العراق صار؟ أريد جواب من رئيس الحكومة. وين ليش كذي هيك العراق صار؟ العراق كان وين؟ قلعة الأسود، أسود الرافدين. وين أسود الرافدين الحين؟ والله يا أخجل الواحد لما يتكلم بالكلام هذا. العراق، العراق هو العراق خطر الأساسي هو على الأمة العربية، لكن الشرها على الحكومة الفاسدة اللي ماسك البلد، اللي قاعد تلعب بالفلوس وتشوف الشعب يقتل يوميا يقتلون السنة. لا. ليش يقتلون السنة؟ ليش السنة من 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 حقهم يعيشون في بلدهم العراق؟ العراق ما كان فيه لا سنة ولا كان فيه شيعة ولا مسيحيين، كان شعب واحد. نعم. صح، من أيام صدام كان العراق مضبوط. أنا أقول لك أنا رحت العراق، كل اللي يقولون هناك لو كان صدام موجود كان أرحم مننا من العيشة اللي إحنا فيها. نعم. كلهم سمعتهم أنا هناك قالوا هالكلام، معنى صح صدام غزا بلدي، بس لو كان صدام موجود أرحم. لا. أرحم أرحم من الوضع اللي أنا شفته، والله العظيم يعني وجع القلب. أشكركم على القناة. أنا أشكرك، أنا أشكرك مريم من الكويت كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. المفكر غالب الشابندر تحدث في هذا الموضوع وقال بأن طريقة ابتزاز السياسيين العراقيين من قبل الولايات المتحدة لا تتم بطرق مباشرة، وهي بالفعل لديها ملفات كثيرة قد توجهها نحو بعض السياسيين من الذين يشكلون إزعاجا لها، وهي تحاول دائما أن تجعل الآخرين في حذر مزمن. أضاف وأوضح بأن البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية لديه القدرة والقابلية لفضح هذه الشخصيات من دون الرجوع إلى الأرشيف القديم عبر تكليف صحفيين وباحثين يفضح الفشل الأخلاقي والسياسي، وهذا هو أسلوب الأمريكيين. ولفت إلى أن مثل هذه التسريبات حدثت مع زعيم العصائب قيس الخزعلي حين سربت اعترافاته حول دعم طهران للجماعات الشيعية في العراق بعد العام 2003، وأضاف لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تنشر بنفسها مثل هذه الأمور، لكنها تتكل على الصحف لأن نشرها بصفة حكومية سيجعل الدول تخشى التعامل مع واشنطن. وأشار إلى أنه كثيرا ما تتحرك صحف أمريكية، وبالفعل في الفترة الأخيرة تقارير يعني للصحف الأمريكية كثيرة تبين وتفضح الفشل السياسي لكثير من الأنظمة قبل الإطاحة بها وخاصة في العراق. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراق الشريف. أهلا وسهلا بيك. أستاذ أنا أحيي أم مريم من الكويت. مريم. وأحيي وأحيي الشعب الكويتي لأن الشعوب العربية طبعا تحمل شعور يعني غيرة على وطن العربي أو على الدين الإسلامي. أستاذ إذا بدنا نشوف إنه الكويت ودول الخليج والدول الجوار خاصة إيران والدول الأخرى كلها ساهمت في تدمير العراق، خاصة بالنسبة للحكومة الكويتية مع الاعتذار للشعب الكويتي إنه أخذوا أراضي من البصرة وهجروا الناس وطلعوا مظاهرات يدافعون عن أرضهم، ومع هذا خشمروهم بفلوس وراحت. وين دور الحكومة من هذا الأمر؟ الحكومة اللي موجودة ببغداد أستاذ، هي الحكومة تنطي تنازلات بكيفها يعني على حساب الشعب العراقي. إيه يعني إذا على أساس هي حكومة وهي طبعا يعني شلة من الحرامية، إذا هي أكيد تبيع عرضها وتبيع ثروتها وتتنازل عن 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 الكثير من الأمور اللي تمس سيادة البلد، طبعا راح يكون البلد مطمع لكل 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 من هب ودب. أستاذ بعدين أخذوا تعويض الحرب العراقية الكويتية اللي صارت في زمن صدام. نعم. وهذا صح إذهم يعني حق يأخذوه، بس احنا ما نريد نفتح هذا الملف ام عبد الله، احنا عندنا موضوع على كلنا. نعم. على كلنا مع الاعتذار. تفضل. استاذ، امريكا من دخلت ايران ودخلت دول عربيه في الاستحواذ على الغاء نظام صدام، هي فتحت المجال لايران انه تستحوذ وياها هذول المسؤولين اللي جوا من الخارج. نعم. أستاذ يعني أمريكا عندها استخبارات قوية فأخذت صورة وصوت لكل مسؤول عراقي، يعني إذا تريد حتى اللي بالشارع إذا واحد يذنب كان سابقا يطلعوا صورة وصوت للمذنب العراقي، فكيف للمسؤول؟ يعني هاي اعتبرت كورقة ضغط على المسؤولين. هم هسه بيقول لك إحنا المسؤولين طلعوا الأمريكان، زين على شنو انت جابوكم الامريكان هسه انهم تريد تسوي لك فد حمله اعلاميه شريفه للشعب العراقي انه الامريكي احنا بنحارب الامريكان وما نريد وجودهم الامريكان، هم اللي جابوكم. بعدين استاذ العراق هو صار يعني ساحه منافسه، امريكا تقول لك احنا فتحنا الحبل الى ايران واستحوذت ما استحوذت ومقامت بقتل الشعب العراقي وخلت قادات الميليشيات يقومون بتصفية السنة وكل مقاومة شريفة، زين نور المالكي وضعه مقتدى الصدر ايش وقت ما يعجبه يظهر على الساحة السياسية ويقول أنا ضد المقاومة، زين وين ضد المقاومة؟ ايش مش اسم مقاومة من الشيعة ضد الأمريكان؟ ليش يعني ليش؟ لأنه أكو فتوى وهم يخافون من الفتوى، زي ليش ما ينطون فتوى إنه يحرمون قتل السني أو قتل العراقي؟ زين هذا كل ما صار،
الفتاوى موجودة، الفتاوى موجودة وترسل ما شاء الله يومية فتاوى ويومية مؤتمرات ويومية على أساس يعني مصالحة وطنية، بس على أرض الواقع ما تطبق، لأن نعم. كل واحد يطبق ما يريده، يعني كله يعني التفجيرات اللي شهدناها والتدمير اللي شفناه والعراقيين تدمروا وما ماكو خدمات ماكو، كل 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 هذا اللي صار بالعراق. يعني احنا ايش ننتظر؟ احنا ننتظر انه امريكا تتصافي ايران وتقول لها طلعي، هذا اصلا رابع المستحيلات. ايران استحلت ثلاث مناطق ثلاث عواصم، فهي امريكا تريد تزيح ايران، تزيح ايران باسلوب سوي صراعات داخل البلد العراقي، والعراقي يقتل العراقي ويقتل الايراني في سبيل انه حتى يدمر البلد كله، وهي مصلحتها النفط. فاحنا يعني الحكومه همها كلها هسه بالوقت الحاضر هو انتاج نفط، انتاج نفط يعني ما ادري ايش قد 5 مليون برميل يوميا، كل هذا يروح بجيوبهم. الشعب العراقي ما له اي صله بهذه الخدمات. ام عبد الله من بغداد كانت معنا. ناخذ هذا الفاصل اعزائي المشاهدين ونعود اليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم الجديد أعزائي المشاهدين. يقول أبو نور الحسن من بغداد، يقول بين الحين والآخر نسمع جملة من الأكاذيب تطلقها الحكومة، نعلم بأنها أكاذيب ولكن من الممكن أن نقتنع بها، يقول لصياغتها المعقولة. وحاليا انبرت أكاذيب حول غلق مقرات للحشد بدعوى بأنها وهمية، والسؤال هو لفضح أكاذيب الحكومة هو من أين لهؤلاء أسلحة وآليات ورواتب؟ فإن كانوا من الوهميين فعلى أي أساس كانت الدولة تقوم بدعم هؤلاء؟ نعم، معنا اتصال أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. أبو أيسر تسمعني؟ الله يسعدك أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك، تفضل. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا. احنا نعرف أستاذ هذول هم عملاء، نعم، يعني أجبن ما يردوا طلقة واحدة على الأمريكان، وهسه يتحدثون على خروج الأمريكان من العراق. إذا هم بهم خير مو ذاك اليوم خلوا صواريخ على قاعدة الأسد وتركوها وانهزموا؟ هذا في سبيل يقولون جمهورهم، يقولون لهم يا ترى احنا نريد نضرب الأمريكان وكذا ونخرجهم من بلادنا. وحتى المرجعيات كلها مع الأسف، يعني على أخواننا الشيعة، المرجعيات كلها متآمرة مع إيران، ياخذون حصنات من الدولارات وساكتين. يعني اي فتوى تفيد الشعب العراقي ماكو، فقط القتل والدم. نعم.
استاذ عمر يعني مقتدى الصدر ذيك المره مو طب البرلمان هو وجمهوره لو انا غلطان؟ نعم. طب للبرلمان وجاء تهديد من ايران وحطنا من الدولارات وانسحب، هذول كلهم عملاء، وخلي يتذكرون انه هي امريكا جابتهم. نعم. امريكا جابتهم، والا واحد منهم كان يقدر يخلي قدم واحد بارض العراق؟ هذول الجراريه. نعم. فأني أتأسف على أخواننا الشيعة يسمعون كلام المرجعية المتآمرين عليهم أصلا وعلى خدماتهم. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا كان معنا. فقط في ختام الحلقة، النائب السابق مثال الوسي قال بأن الخطر الحقيقي على السياسيين العراقيين ليس من الإدارة الأمريكية وإنما من الإدارة الإيرانية التي تعرف كل كواليس أعمال وفساد هذه الطبقة السياسية الحاكمة منذ الاحتلال كما صرح وكما قال. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.